حياكم الله، اهلا ومرحبا بكل مشاهدي متابعي قناه بلاد الفضائيه. برنامج للاصلاح عنوان اسبوع عراقي جديد، مشاكل عراقيه لا تنتهي، هموم المواطن دائما، المغثات العراقيه جايبينها ويانا بهاي العلاقه اللي يبدو انها ممتلئه دوما بتلك المنغصات، بتلك المشاكل التي أصبحت عنوان لكل مفاصل الحياة في عراق، في عراقنا الجديد بعد سقوط الصنم من عام 2003 إلى يومنا هذا. بالتأكيد أنا دائما أقول في برنامجكم للإصلاح عنوان لا نتوقف عند موضوع معين، يعني تارة نطير في فضاء والحديث عن الجوانب الاقتصادية، في فضاءات الجوانب الأمنية السياسية الاجتماعية النفسية وحتى الرياضية. كل الموضوعات العراقية المميزة المحلية حاضرة وبقوة على طاولة النقاش في هذا البرنامج. وبالتأكيد عندما نطرح هذه الموضوعات والهدف والله من وراء القصد هو أن نوجه رسائل إلى من يهمه الأمر من أجل أن يتفاعل معنا، من أجل أن يستفاد من آرائكم، يستفاد من كل ما يطرحه برنامجكم، برنامج للإصلاح عنوان. عسانا أن نزدل الستار على هذه المشكلة أو تلك، وأيضا إن شاء الله بمقدورنا إذ ما امتزجت وانصهرت كل تلك الآراء في بوتقة العقلانية والتعقل والنظرة ذات الأبعاد المعرفية من أجل بناء عراق متمكن قوي قادر أن يقارع كل هذه الصراعات إن كان في الداخل والخارج، فإن شاء الله نحن نصل إلى ما نبتغي إليه، ولكن بشرط، يعني كما يقال بشرطها وشروطها، أن تمتزج كل هذه الآراء من المواطن ومن الإعلام وكذلك الحديث عن الحكومة العراقية الدولة العراقية. لا أريد أن أطيل بدباجة المقدمة، خلونا نستفاد من كل دقيقة من دقائق عمر حلقة هذا اليوم اللي هو موضوعها احنا نسميه شوية يشوي القلب على قولة أهلنا. الموضوعنا أو الموضوع اللي راح نتحدث به عفوا هو موضوع اقتصادي، وكما تحدث جملة من علماء الاقتصاد إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في بريطانيا، يعني عرفوا الإنسان مثل ما كان سابق يعرف الإنسان على أنه كائن سياسي، اليوم الإنسان كائن اقتصادي. والدليل يضربون مثل على ذلك أحد الفلاسفة الألمان أو الفرنسيين، يقول يابا الإنسان الفرد اللي يعيش بهذا البلد كل ما ارتقت المنظومة الاقتصادية للبلد اللي يعيش به تشوف أكو ارتقاء بأفكار هذا الفرد. يعني مثلا الفلاح في اليابان مو مثل الفلاح في قطر، ولا مثل الفلاح بالعراق، ولا مثل مصر. يعني قد تجد انه الفلاح الياباني قد يكون هو خريج هندسة، قد يكون عنده فرد مشاريع في جوانب الاختراع، هذا ما اجى اعتباطا، لان المنظومة الاقتصادية اليابانية ما شاء الله طاقة. يعني تصور ربح اليابان عام 94 فقط في جانب الصناعة 70 مليار دولار، هاي في عام 94. فاللي أريد أوصل له ما دام الحديث عن الجوانب الاقتصادية في عراقنا الجريح، في عراقنا اللي هو أمام تحولات خطيرة على كافة الأصعدة، أنه نقول يابا ترى الحديث عن الجانب الاقتصادي حديث مهم جدا، لأن عندما يرتقي العراق بواقعه الاقتصادي بالتأكيد سوف يكون هناك ارتقاء في الجانب الفردي، وبالتالي العراق فعلا راح يكون دائما في صومعة النجاح ويكون حال حال بلدان الجوار. اليوم العنوان المواطن بين التقشف والفساد، يعني بين حتمية التقشف بسبب هبوط أسعار النفط، وبسبب أنه العراق يوميا ينطي 11 مليون دولار فقط لطائرات التحالف، 10 مليون دولار حجم نفقات أو ما تصرف الحكومة العراقية للقوات القوات الأمنية من جيش وشرطة وكذلك الحشد الشعبي. يعني نظرة سريعة فقط لهذين الرقمين،
11 مليون دولار، ما اعرف اجره الطيارين، ما اعرف البنزين، ما اعرف سعر الصواريخ اللي تطلقها طائرات التحالف على رؤوس الداعشيين، وطبعا فيها كثير من جوانب التهويل، وانا ما اريد يعني حقيقه انقل الموضوع الاقتصادي الى موضوع امني او سياسي، ولكن خلونا فقط في حقيقه الارقام. 11 مليون دولار نصرف يوميا لطائرات التحالف، وكذلك 10 مليون دولار حجم الانفاق الحكومي على الجيش والشرطه على الحشد الشعبي وهم في سوح الوغى يقاتلون داعش، وألا لعنة الله على داعش وعلى كل بعثي يريد إرجاع العراق إلى المربع الأول. وما دام حديثنا عن إرجاع العراق إلى المربع الأول، في النصف الثاني من عنواننا الفساد، بالتأكيد الفساد هو إرهاب من نوع آخر، وهناك من يصف الفساد على أنه أكثر ضراوة وشراسة ولؤما وخبثا، قد يكون حتى من الداعشين. أنا اللي أتمنى أنه اليوم طبعا هواتف البرنامج ظاهرة في أسفل الشاشة، وإن شاء الله تظهرون من خلال أصواتكم تسجلون حضوركم الرائع كما سجلتموه في كل الحلقات السابقة. اليوم موضوعنا هو العنوان الأبرز بلسان كل مواطن عراقي، وما شاء الله البرنامج المتحرك الكية ما أعرف الكوستر اللي شوية أكبر ينطينا دليل ويثبت صحة كلامي إنه موضوع الساعة، موضوع المواطن العراقي، هو دائما يعني يصب في منطقتين، يعني كما قيل في اللغة العربية، المنطقة الأولى الجانب أو المنطقة السياسية، والثاني البعد الاقتصادي. اليوم عندنا جملة من التساؤلات، جملة من الأسئلة التي سرقناها من ألسنتكم. السؤال الأول: كيف سوف تتعامل الحكومة مع حتمية التقشف في موازنة 2016 اللي سمعنا عنها أنه راح تكون ما أعرف 8 مليار دولار، هناك برلماني آخر ذكر أنه راح تكون 20 مليار دولار، في حين العراق مطالب بأن يعطي 45 مليار دولار فقط كرواتب للموظفين، وحقها اليوم الأمم المتحدة تصف العراق ببلد المواطن النائم، ميزانية حجمها سابقا 145 مليار دولار، 45 منها فقط لرواتب الموظفين. عندي ما أعرف عندي اتصال، طبعا الهواتف ما زالت بأرقامها مسجلة في أسفل الشاشة، وإن شاء الله تسجلون هذه الأرقام، وإن شاء الله نستمع لأفكاركم، نستمع لطعم وعبق ثقافة الإنسان العراقي، هذا الإنسان الملم والمحيط بكل تفاصيل الحياة حتى وإن كان في خطوطها العريضة، حتى نكون صادقين، هذا دليل على أنه فعلا الإنسان العراقي عمره 6000 عام. هذا العراقي اللي بقدر ما سقطت على أرضه وتفجرت سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وصواريخ وحقد ولؤم، في الجانب الآخر أمام كل طلقة، أمام كل سيارة مفخخة، يولد شاعر ويولد مثقف ويولد كاتب ويولد رياضي، وما شاء الله قطاع الإبداع في العراق زاخر، مثل ما المعمل العراقي من زاخو إلى البصرة معمل الجانب الحكومي يفرخ فقط مشاكل وينتج فقط مشاكل عويصة متشابكة فيما بينها، ولكن الفرد العراقي، المواطن العراقي، أبى إلا أن يكون نقطة وضاءة في سماء الإبداع. موضوع قديم جديد لا ينتهي هو الحديث عن الفساد، وإحنا أكثر من مرة قلنا يابا كل البرامج اللي تحدثت بها الكتل السياسية قبل الانتخابات، طبعا حتى المصور هاني هز براسه وأعتقد يسلم عليكم ويقول إيه احجب هذا الموضوع، هذا الموضوع هو مطاردة المفسدين والقضاء على الفساد، هذا النقطة رقم واحد في كل البرامج الانتخابية. واليوم حق المواطن العراقي لما يتهم ويتحدث بكثير من الكلمات عن كل الكتل الحزبية لا أستثني أحدا أنها لم تكن صادقة. نعم هناك من الشخصيات السياسية التي ترغب والتي حاولت وتحاول
لأن أنا ضد لغة الجمع كما قال شكسبير لغة الجمع هي لغة الحمقى أجلكم الله من هذه المفردة، ولكن هذه حقيقة يجب أن نتحدث بها. اليوم الحكومة العراقية وكأنها مستفادة من وجود الدولة العميقة، من وجود مصادرة وسرقة مليارات الدولارات العراقية من خزينة المال العام من جيب كل مواطن عراقي. راح يسائلكم أمام الله وأني أولكم، كافي سكوت، كافي خضوع، كافي مذلة، قشمرتونا تارة بالدين والدين. وكما سئل رسول الله من هو المسلم قال من سلم الناس من يده ولسانه. هسه ما شاء الله لا من لسانكم ولا من يدكم. عدي اتصال. أم زيد من الحلة مدينة الشعر والثقافة مدينة التاريخ. أهلا بك يا أم زيد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أم زيد. شلونك خير؟ والله شلوني، أحكي عن حتمية التقشف وكابوس الفساد يعني بالتأكيد. نعم تفضلي يا أم زيد. أنا مدابونة كان بدنا تجمع الحلة فصلنا من التسعين. والدك ايش بيه الله يحفظها؟ مفصول مال النسيج مال الحله مال السياسيين. ها مفصول سياسي؟ اي اي عنده ابن عمته عاد ما صدام ورجل عمته عاد ما صدام، فسوينا المعامله. اي تمناها وصلت الوزاره يعني زدنا عليها بال 200,000 ازيد يعني جابوها لنا عندنا رجعت حياتها يقول احنا نريد ازلات جديده. شردون؟ أذلات جديدة. ما قاعد أسمع صوته بشكل واضح للأسف الشديد أم زيد، ولكن والدة نعم أذلة جديدة. شنو اللي تريدين؟ إحنا بخدمتك يا أم زيد، خدمة كل امرأة عراقية، خدمة كل عراقي شريف. رحم الله ودك بعد عمره الله ينويتها بعد عيونه. إذا أبونا يرجع للنسيج هو سياسي والطرف اتمنى يعني الاخوه الزملاء المبدعين في الكنترول يعني يحاولون شويه يوضحون الكلمات. ام زيد انا ما دا اسمع بشكل واضح. اقول لك هاي يقولون نريد احنا ادله جديده. ها لعد ليش الادله السابقه غير مقنعه غير كافيه؟ والله بعد ما ادري. طبعا انا ما اريد اجاملك. واحنا حالتنا تعبانه واحنا بالتاكيد يا ام زيد هذه الحاله انا شخصيا عايشها، انه لا ينتمي لحزب جديد بعد عام 2003 وهو يعني من الناس اللي بالتأكيد عنده كبرياء وفقير، ودائما أهلنا يقولون صويح بالله مطقق أنه المفروض عليه أنه ينتمي لأحد الأحزاب أو يعضد علاقاته العامة حتى يقدر يحصل على اللي يريد يحصل عليه. للأسف الشديد هذا عراق الواسطات، هذا عراق اللي صفق لي وأصفق لك، عراق اليوم اللي يقدر الذليل. للأسف الشديد غابت العقول وانسحقت العقول، والناس الشرفاء باتت كلماتهم غير مسموعة. فلذلك اليوم احنا من نحكي في برنامج للإصلاح عنوان نحكي بحرقة قلب، لأن النار تشوي واللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالثلج. الله يكون بعونك يا أم زيد، وأنت مثال بسيط ومصغر لآلاف قد يكون أكثر من العراقيين اللي هم عندهم معاملات وغيبت هذه المعاملات وسحقت وركنت في رفوف الأتربة أو رفوف النسيان كما يقال في لغة الأدب. الله يكون بعونك يا أم زيد، وكنا نتمنى ونتصور أنه بعد سقوط الصنم وهذه الفرحة والنشوة الهستيرية وإحنا نشوف دولة البعث دولة الموت تسحق بالقنادر وهذا أعظم انتصار يسجله التاريخ، كنا نتمنى أن الحق يرجع لأصحابه ذولا أبناء الجنوب. والله مو لأن أنا ابن الجنوب، مع جل احترامي لكل محافظاتنا العزيزة اللي ضحوا واللي قدموا واللي رفعوا شعار العراق واللي في أهوار الحب في أهوار الجنوب، والله ما زالت دماؤهم تعانق قصب السكر وقصب البردي. روح شوفوا حال العمارة وحال الناصرية، وما أريد أذكر غير مناطق
اللي هم عززوا سطوة داعش علينا، ولحد الآن إذا حايط تفلش من بيوتهم. اليوم الدولة مطالبة بصرف 100 مليون دينار عراقي. ليش؟ ليش هذه النظرة اللي بها بها يعني؟ قبل البحث يقول يابا ترى هذا ابن العمارة جاي من الهند. وش بيها الهند؟ أصل الإنسان واحد، أبونا آدم، ولكن هذه مو حقيقة الإنسان العراقي. إحنا اللي بنينا حضارة سومر، إحنا اللي علمنا الإنسان القراءة والكتابة. حتى لو رجعنا نفكك مفردة معدان، ولا ما قد يكون أنا رحت بغير موضوع، أرجع لموضوع وحتمية وقوف المواطن أمام جدار التقشف ومن خلفه أيضا جدار التقشف. فإذا رجعنا لهذه المفردات، بالتأكيد هي مفردات تدلل على أصالة ساكني جنوب العراق، وكل ما تحدثنا به بالبداية يدلل على أن الحكومة يعني غير قادرة على رسم سياسات اقتصادية من خلال هذه السياسات يصبح العراق كغيره من البلدان معافى اقتصاديا، وبالتالي بإمكانه مواجهة كل الأخطار. عبد من بابل، أهلا بك يا عبد، سمعنا صوتك وإن شاء الله أسمع صوتك بشكل واضح. السلام عليكم. وعليكم من الله رحمة وبركة وحب وإيمان وتقدم، أهلا بك يا صديقي يا راقي يا عبد. الله يخليك ويسلمك الغالي. تفضل يا عبد. بلك تسمح لي يعني شوية أحكي بلا زحمة عليك. أحكي تفضل. ها يا عبد. أخي العزيز. تفضل. تفضل يا. احنا جاي نقدم ولدنا شهداء لهذا البلد. نصلي صوت التلفزيون رجاء. ماشي ماشي. اي لان راح تنتبع على التلفزيون صوت شوي. شهداء لهالبلد هذا. اي تفضل اكمل حديثك باسترسال. نعم. ويستحق ترى العراق بلد يستحق التضحية والله العظيم. الله. العراق. واللي نرجو يعني من هالدولة من هالحكومة من هالناس اللي جاي تحكمنا يعني تنظر الدماء ولدنا تنظر الدماء ولادنا اللي جاي يموتون ويضحون يعني كافي هالبوق هذا كافي هالسلب هذا كافي هالنهب هذا خلي نظرون من هاي الامهات اللي جاي تبقى ولدنا لهالبلد ما يجوز هيك يعني حرام عليهم والله العظيم حرام عليهم هذا البلد يعني دمروا دمار ما يصير يعني احنا نسمع بالاخبار يقول لك بس هالشهرين بعد راتب ما في راتب بعد يعني الخطايا برقبه من دلي ما تفهمني يعني هاي الناس شنو ذنبها هاي العوائل ايش راح تاكل يعني يعني مصيرها شنو هاي الولد الجار ضحت عن فشها بتكريت وبالرمادي لاجل العراق شنو ذنبها يعني احنا تدري يعني تدري ليش احنا يقول يحط خطه للحكومه ليش احنا بدينا يخلي يحط خطه للحكومه عبد ليش احنا ذمرنا وليش احنا دائما نعارض كل يعني السياسات الاقتصاديه وان حق اليوم حتى نلطم لان 200 مليار دينار عراقي حجم صرفيات 200 مليار دينار عراقي حجم صرفيات البرلمان العراقي شاي ومي وخدمة ورواتب أرقام مهولة 560 مليون دولار عراقي فقط بناء المدينة الرياضية في البصرة بينما مليونين دولار هو بناء ملعب نادي زاخو هسه شنو فرق بين زاخو والبصرة ما هم في بلد واحد اسمح لي الله يخليك شويه يعني اعطيني دقيقه واحده تفضل يا اخي خلي السياسيين خلي سيد مقتدى خلي سيد عمار خلي المالكي خلي الجعفري خلي كل سياسيين يعني يحطون خطه لهالبلد هذا يحددون الرواتب يعني رئيس جمهوريه شو يصير اذا صار راتبه بس 5 ملايين وحمايته بس 10 20 نفر
مو هالحمايات هاي يا اخي، مو هالترسيات هاي. يعني رئيس الوزراء امس كل حمايته بد 20 30 نفر وراتبه 5 ملايين، ما راح يموت من الجوع، لان عندنا ناس ماتت من الجوع، يعني ما يصير هيك. يعني اخذ التقاعد من 2003 لحد الان، اي واحد اخذ تقاعد وما عنده خدمه 15 سنه يلغى. يا اخي تشكل اللجنه من الحوزه العلميه برئاسه السيد السيستاني وباشرافه على وزاره الماليه على ترسيات الدوله. يا اخي ما يصير هيك، البلد تدمر، يعني ما يجوز. الى متى احنا؟ وين راح نوصل يعني؟ شنو الحل يعني؟ يعني النتيجه شنو؟ وين نوصل؟ ما ندري، احنا المشتكى لله. احنا ما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الباب فلوس. ونعم بالله. شكرا لك يا عبد، شكرا لك يا عبد، سلامي لكل ابناء بابل. بالتاكيد احبتي المشاهدين متواصل معكم في حلقة هذا اليوم، وخلونا نشوف ما أعده لنا زميلنا المبدع محمد فاضل، وبالتأكيد جولة مع المواطن العراقي وهو يتحدث عن هذه المشكلة، حتمية وقوف المواطن العراقي بين التقشف وكذلك كابوس الفساد. خشوف الاستطلاع رقم 1. وجود فساد مالي واداري، يعني كيف اليوم تقيم الوضع، تقيم وضع المواطن بين هذا الامرين؟ والله تقشف المفروض يتعالج، يتعالج بشغلات، يعني قطاع خاص كله عندنا قطاع خاص يعني نادر وواقف، يعني يعني المعامل هسه اعرف انا يمكن بال 50 معمل المنطقه الاقيادات هاي بال حضرتك المضار واقفه، معامل معامل بحيث هم البطاله تقطع عليها وهم تنتج. الدولة مع الأسف مش الله تعدل، مع الأسف طبعا ما استثناء تمر غير شيء، تم المعامل أكو شرط لهم من اللي يقصون راتب الموظف، شنو يعوض ليش يقصون على أساس يطوها يقصون راتب الموظف ويساعدون بيه حج الشعبي، طلع عليه لا يساعدون حج الشعبي ولا بد، وين تروح مالي تروح بتجيب غير تجيب الفاسدين اللي هذول يعني نتيجتها شنو مالي. اليوم التقشف هو أكبر، يكاد يكون أكبر سقطة، لأنه على مساس بحياة المواطن اليومية، الاستقطاعات من الرواتب، هذه الاستقطاعات يعني من يضمن عودتها إلى صالح المواطن؟ يعني اليوم الدول الكبرى عندما تستقطع منك ضريبة تؤدي لك مقابلها خدمات، تؤدي لك يعني تعطيك تبليط شارع، مياه نظيفة، كهرباء متوفرة 24 ساعة، اليوم المواطن على في ظل هذه السقطات والهفوات، لا كهرباء، لا مياه نظيفة، لا شوارع معبدة، لا خدمات صحية، دراسية، تعليمية، في ظل هذا كله ورضا المواطن أيضا هناك كارثة التقشف. التقشف يعني اليوم ينعكس بالسلب على جميع طبقات المجتمع. حقيقة المواطن بين المطرقة والسندان، المواطن الآن بين أن تأخذ كل حقوقه ويسمع بكل أنواع المليارات من الفساد المالي والإداري بحجة المشاريع وتشغيلها أو تشغيل الوزارات، وبين أن يصل التقشف والعجز إلى حد قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى الأهالي العمال والرعاية الاجتماعية. إذن هو ضغط كبير يتحمله هم الساسة الذين قاموا على الدولة العراقية من 2003 لحد الآن، لأن هؤلاء كان المفروض يأتون بناس إداريين، ناس بشركات عالمية تضع لهم خطط للمستقبل، تضع لهم خطط وقوانين لكي لا تسرق الأموال بهذه الطريقة، غسيل أموال وتبييض أموال وأموال بالخارج، وموازنة 1,000 مليار دولار لو حسبناها المواطن العراقي يطلع له 26 مليون دولار وكسر. هاي لم تصل للمواطن 10 ملايين، لم تصل، بل أخذ الآن المواطن بدأ يدفع ضريبة المميزات والوزارات التي وزعت الأحزاب والأموال التي سرقت وبيضت، الآن يدفع هو ضريبة العجز المالي من راتبه الشخصي الشهري.
من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين، متواصل معكم في حلقة هذا اليوم من برنامجكم للإصلاح، عنوان والحديث عن المواطن بين التقشف والفساد. بالتأكيد اعتماد العراق كليا على النفط هو اللي خلى الحكومة العراقية اليوم تراجع ملف التقشف باعتباره مخلصا حقيقيا لهذه المحنة الاقتصادية اللي احنا نعيش بيها. لو كانت هناك صناعة وكانت هناك زراعة حالنا حال كل بلدان العالم وسياحة، وما شاء الله فقط في أربعينية الإمام الحسين روحي له الفداء أبي الأحرار، عنوان الإيثار والتفاني والإخلاص، العراق اليوم يقدر يستثمر هذه السياحة، والله قد يكون تعيشنا 3 أشهر 4 أشهر من كل سنة، ولكن بسبب ما أعرف احنا اليوم نروح الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطالبين نعطينا ما أعرف 80 دولار أو أقل، بس اليوم الإيراني يدخل ببلاش، بس هاي السنة أعتقد سووها ورقة وأقل، وأيضا ملايين من الإيرانيين دخلوا، خلينا نسمي الشفت الثاني أيضا دفروا الباب ودخلوا. هذا دليل على أن العراق أصبح ضيعة لكل البلدان المحيطة به، وأن ليس هناك قرار سياسي شجاع يجعل من العراق فعلا بلد قوي وبلد ينهض بقدراته من خلال الاستفادة من كل خبرات أبنائه الكفؤين. عندي اتصال أبو كرار من كربلاء الحسين، أهلا بك يا أبو كرار، سمعنا صوتك. أهلا بك حبيبي يا غالي، كان راسم كبع دوبل. لا هل مجموعك برد الله يسلمك، الله يحفظك يا أبو كرار، أفرح نسمع صوتك. أنا أستثمر الوقت بشكل مضبوط. كل الوقت لك، تفضل يا أبو كرار. نفسك 1988 بعد انتهاء الحرب العالمية، الحرب الإيرانية العراقية. نعم. إيران بالنسبة لإيران أول ما عملت بالصناعة والزراعة وحققت الاكتفاء الذاتي بالنسبة للزراعة بعد سنتين من الحرب العراقية الإيرانية. 80% من موازنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من الزراعة والصناعة، 20% يعتمدون على النفط، هم ما شاء الله نفط وغاز طبيعي، بس هذا كله ضم، هذا كله احتياطي خزين، ناس تفكر اكو مستقبل. حبيبي الغالي، حبيبي الغالي، حبيبي انت بالنسبه لنا ما تقوم النقائم الا بحاجتين، انه نرجع من وراء ونحقق الاكتفاء الذاتي بالصناعه والزراعه، وهذا اللي جاي نتحارب على اساسه. كل قادتنا بدون استثناء الا النادر منهم، يا صنع يا معود، قبل 5 أشهر 7 أشهر شغلوا معمل الألبان العراقي اللي ببغرب مدري بالتاجي، احنا لو نجي الكربلاء ماكو تشتري روبة من ايدك سلة النفايات، مع جل احترامي لكل من يشاهد هذه الحلقة. يا صنع بغض عندنا صناعة. حبيبي لو نجي الكربلاء تسمح لي حبيبي طبعا. لو نجي الكربلاء بالنسبة لكربلاء 90% من بساتينها انقطعت، هذا شغلة مبرمجة ومنهجة أكثر. نهاية الزراعة بالعراق وتصحر العراق، يعني احنا راهدين النتيجة حتمية لابد منها، انه التقشف وقطع الرواتب، بس ترى التقشف بس على المواطن، على المورد الواحد وهو النفط، هذا الشيء التقشف بس على المواطن. اليوم البرلماني اليوم السياسي يتنعم بالخير الوافر والحياة الهانئة ومسترخي وسفر وطيارات وأوروبا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، واليوم بس المواطن العراقي ما أعرف ألاعيب عجيبة غريبة، أنه يدخل مستشفى إلا 3000 دينار. هناك دراسات من قبل الجانب الحكومة في الدولة العراقية على بخصوص تقليل رواتب الموظفين اللي هو 600 ألف الراتب، 200 كراوي 200 إيجار،
200 فاتحة وعرس وكارت وأكلة وشربة ومناسبات. كان يفترض فعلا اليوم الحكومة العراقية قبل أن تحاسب المواطن أن تحاسب نفسها أولا حتى يكون هناك أو تكون هناك معيارية العدالة. ولكن إحنا للأسف الشديد اقتصادنا مبهم مشوه، أنه لا إحنا في جانب السوق الحر اللي هو نظام الرأسمالي، ولا إحنا في الجانب الاشتراكي، لا إحنا نهضنا بجانب الخصخصة. يا أخوان حكينا مرارا وتكرارا في كل البرامج، صرخنا وصيحنا ولطمنا يا بجانب الخصخصة، يا بالاستثمار، هونغ كونغ، الصين، الإمارات ما قامت وما أصبحت بلدان إلا من خلال الاستثمار. أكو إحنا ما إحنا العراق بلد أنهكته الحروب وما شاء الله الفساد يعظمينه صار له 13 سنة. يابا مو 13، خلينا نقول إحنا المفروض من عام 2008 نهض بالاستثمار، خلينا نقول يابا 5 سنوات. كان يفترض التعاقد مع شركات عندها سيفي، عندها خبرة من أجل بناء كهرباء، الحديث عن محطات توليد الكهرباء، ماء، والحديث عن الإسالة، شبكات الصرف الصحي. اليوم اليابان يعني الحديث عن تجربة اليابانية، ولو عندما نتحدث عن اليابان نتذكر كتاب داود الفرحان بلد صاعد بلد نازل. خلونا في هذه الجدلية، تفكر خاف يجي تسونامي آخر، سوت شبكة مجاري أجلكم الله بارتفاع مهول جدا، قد يكون حتى السفينة تخترق وتدخل داخل هذه المجاري. شنو الفرق؟ الفرق أكو حب، أكو انتماء لوطنهم. روح المواطنة إذا كانت حاضرة ترى صدقوني العراق تطور. عدة اتصال. أبو الحسن من واسط المحبة، سلة العراق الغذائية، وكم نتمنى أن يكون هناك توجه حكومة أكثر لجعل كل مناطق الكوت خضراء، وكلها هي فعلا خضروات وزراعة، وبالتالي تكون بديل آخر للنفط، والزراعة نفط دائم. يلا يا أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك يا أبو الحسن. بداية طبعا أقدر التوارد من ولادة الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم عليه للأمة الإسلامية والعالمية كلها. ليش تسمعني من التلفزيون؟ اسمعني من الموبايل، من التليفون رجاء. أنا واقعا هو المدري هاي، أي نعم. انقطع اتصال أبو الحسن للأسف الشديد، إن شاء الله يعاود الاتصال مرة أخرى، وأيضا حتى دائما وأبدا نكون متصلين معكم وتتصلون معنا والحديث عن كل تفاصيل ما نتحدث به في كل حلقات برنامجكم للإصلاح. عنوان تحدثنا وسمعنا صوت المواطن العراقي في الاستطلاع رقم 1 حتى نتواصل. خلونا نروح وبشكل مباشر للاستطلاع رقم 2 نشوفه. فرضت حالات تقشف، حالات اقتطاع جزء من رواتب الموظفين المتقاعدين، وفرضت أيضا ضرائب بالنسبة للهاتف النقال وغيرها من الخدمات الأخرى على المواطن، إضافة إلى أنه هذه الأعباء على المواطن العراقي أصبح يعني
أصبحت طامة كبرى يعني. فنشوف أنه مع هذا المشهد العراقي المتأزم من هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية بالنسبة للبلد وبالنسبة للمواطن معا، احنا نشوف أنه لولا هذا الفساد الكبير المالي والإداري لما وصل البلد إلى هذه الحالة من التذمر، من الانكماش الاقتصادي، من الوضع الاقتصادي السيء. نعم هناك مليارات الدولارات في الخارج سلبت، ووزراء فاسدين لم يحاسبوا وذهبوا بهذه الأموال. يعني ظروف مأساوية يعيشها المواطن العراقي، خاصة يعني من سقوط اللي صار بال 2003 ولحد الآن تعيينات ماكو لنا كشباب، يعني شغل ماكو، يعني حتى إذا ماكو تعيينات هم يعني تريد فرصة عمل ماكو، يعني بسبب الظروف التقشف أغلب الشباب يعني بدت يعني بدت تشوفون حملة الهجرة اللي صارت خارج العراق. يعني أوضاع مأساوية. أنا أحب أشكر الطبقة السياسية الموجودة داخل البرلمان وأشكرهم شكر جزيل على اللي قدموه من فساد، من سوء الخدمات من عام 2003 ولحد الآن، وما شفنا شيء، يعني مجرد استمرارية بالحروب، استنزاف يعني بكل شيء. من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين، عودة مرة أخرى معكم والحديث عن وقوف المواطن بين التقشف والفساد، وهل فعلا أن الحكومة العراقية قادرة على رسم سياسة تقشف تستطيع من خلالها فعلا الاستفادة القصوى من الموازنة العامة لعام 2016، وبالتالي تخليص العراق من دخوله في هياهب الاقتراض والمديونية لا سمح الله، وبالتالي الانهيار التام للمنظومة الاقتصادية، ومعناه أنه يحدث ما لا يحمد عقباه. أبو أحمد من الناصرية، أهلا بك يا أبو أحمد، هلا بالناصرية، أهل وناسي، أهلا بك يا أبو أحمد. سيدنا العزيز، باعتقادي أنا تقشف بالعراق شغل وهمي. تقشف ماكو، بس اكو عدم تدابير. الحكومه ما عندها برنامج بحاله الظرف الطارئ، بحاله نزول النفط، بحاله حرب، بحاله ضرب الاقتصاد، برنامج ما عندها اثبتت للعالم كله. احنا هسه الان جاي نتابع من خلال الانترنت، من خلال العالم اللي نسمعه، من اصل 203 دوله اكو 28 دوله ميزانيتها سنويه قسم 4 وقسم 5 وقسم 7 مليارات مثل الاردن مثل سوريا. العراق جاي يستلم الان من النفط، كل شهر يستلم من النفط من 2.8 مليار الى 2.7 مليار، زائدا من الجمارك والضرائب يصير عنده حدود 3.5 مليار. 3.5 مليار العراق قادر ان يسدد رواتبه ويسدد الحجم الشعبي ويؤسس مشاريع، لكن اكو خربطه عند العراق. لاحظ مثلا متحف المحمود جد تصور ياخذ راتب ياخذ 130 مليون يعني 105 الف دولار. نعم. بس يتعرف على الانجاز الاولى حتى الاخر، كذلك رئيس الجمهوريه، كذلك رئيس البرلمان، كذلك رئيس الوزراء، هذول اقل من عنده. تجي الشيء الثاني، احنا عندنا اطار كلنا في اوروبا موجودين، اللي هو زوجته واطفاله ياخذون 13 ورقه 1300 دولار يقدرون يعيش فيه وايجار وتامين صحي ويزود من عندهم 100 الى 200. تعرف البحثات اللي عندنا بحدود ال 100 ألف شخص ودتهم رئاسه الوزراء ووزاره التعليم العالي ياخذون اللي هو وزوجته 37 ورقه. تعرف انه عندك رواتب مدراء عامين ووكلاء ياخذون 7 ملايين، هاي السعوديه دوله تنتج 10 ملايين، راتب العسكري بها 9 اوراق، المدير العام ما يتجاوز ال 2000 دولار، ما ادري منين جابوا هالرواتب هاي، وبالتالي هم الان جاي يفلشون بالبلد
انا وصف بالحارة مثل المتزوج وثلاثة ومختلفات، فكل وحدة تريد تبتلش بالبيت. لا احنا صحوات واسناد مجالس ومجالس عشائر وقائم مقامية وحكومات محلية وفرعية وهيئات مستقلة وهيئات ما اعرف آلاف الدوائر اللي ما إلها أي علاقة ببناء مشروع وطن، ما إلها أي علاقة بتقديم مشاريع بها استراتيج وبناء وتطور، وآلاف من الخريجين أصحاب الكفاءات هم الآن في بيوتهم، واليوم العراق ما عرف البلد الثالث أو الثاني في العالم في البطالة، وتعال تسولف لي على البطالة المقنعة، كل ترفك لايت بعشرة من الشرطة شرطة المرور. تحدثنا في الحلقة اللي مضت يا أبو أحمد وكنت أعتقد أنت بيها وسمعنا صوتك، آلاف من الأسماء الوهمية والحديث عن الفضائيين، بلد أمواله ما أعرف، وغسيل أموال وتبييض أموال، مشاريع وهمية. ومرة أخرى أنا ما أعرف اليوم أريد شوي أتحدث عن هذا الموضوع، موضوع تكلفة المدينة الرياضية، هذا على لسان وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوروبية والحكومة، أنه 560 مليون دولار تكلفة بناء المدينة الرياضية، فقط مليونين دولار بناء ملعب زاخو. نعم المدينة الرياضية فيها ملعبان، محطات كهرباء، ما أعرف الآن هم أكو الجزء الثالث، المشروع الثالث بروجكت 3، يعني الحديث عن بناء مدينة ساكنينها يشتغلون بها هاي المدينة الرياضية. نعم يعني المدينة الرياضية أكبر وأوسع، ولكن هذا مو معناها تكون تكلفتها 560 مليون دولار. دائما نقول أنا يعني مقاول عراقي، خمط خمطة زينة، 11 مليار دينار عراقي فقط تعبيد أي تبليط شوارع وأزقة وأفرع مدينة الشطرة، خلال شهر بأقل مطرة أبسط مطرة كل التبليط تشلع. كثير مليارين عراقي تكلفة ترميم، يا جماعة الخير ترميم مو بناء، ترميم كافترية المسنصرية، جامعة المسنصرية، طيارة الأردن تشتريها ب900 ألف دولار، احنا نشتريها مليونين دولار، والطيارة الأردنية أحسن من الطيارة العراقية ونفس الشركة. ما أعرف هذه الأرقام وين تروح ومن هو المستفيد في الجانب الحكومي. إذن أنه المستفاد هي الأحزاب اللي تريد دائما تقوي نفوذها واللي دائما تريد تجدد عطائها وسطوتها في كل مرحلة انتخابية، والخاسر الأكبر في هذه اللعبة هو أنا وأنت المواطن العراقي اللي ما إلى بس الله سبحانه عز وجل. عندي اتصال أبو حسين، هلا وكل الهلا بك يا أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي العزيز. نعم تفضل. أنت أي دولة بالعالم ما طول تشوف القطاع الخاص منح بيها، إذن هاي مو دولة، القطاع الخاص هو إنقاذ البلد من البطالة المقنعة وغيرها وغيرها وغيرها. ما شفت في اليوم انطرح موضوع او فد شيء للقطاع الخاص. انظر هسه دول العالم كله ليش تطورت، لان القطاع الخاص فيهم تطور، احنا بس ما شاء الله. ولو القران يقول كل حزب بما كتبوا فرحون، وكل حزب بما لديهم فرحون. اي انا اسف للخطا، يعني الله يحفظك ويبارك فيك يا ابو حسين. نعم اكمل حديثك يا ابو حسين، تفضل يا ابو حسين. الظاهر انقطع اتصال ابو حسين، انقطع اتصال ابو حسين. وايضا ارجع مره اخرى لما تحدث به ابو احمد من الناصريه، وهو انسان مثقف ورائع، تحدث على انه السعوديه بكل هذه الثروات الهائله هي رقم واحد في كل دول العالم، كان في الجانب الاحتياطي النفطي وان كان في التصدير، ولكن السعوديه ما تنطي مثل ما ينطي العراق من أرقام مهولة في جانب الرواتب. وكنا نتمنى أنه الميزانيات العراقية، ربح العراق ما يدخل للعراق
طبعا الحجم انا دائما اقول 2003 الى يومنا هذا حجم كل الموازنات هو 850 مليار دولار امريكي، 850 مليار دولار امريكي. والله نبني بيه ما اعرف 15 عراق، ولحد الان العراق يبحث عن ضالته، واليوم المواطن يفترش الارض ويلتحف السماء. او اعتقد المشاهد اللي نشوفها في النهروان، مناطق خلف السده حي التنك والنصر وسبع قصور وكثير من المناطق الاغرير، هي دليل واضح على يعني على دقه ما نطرحه في كل حلقات برنامجكم للاصلاح، عنوان فقر مدقع، بلد غني واهله فقراء. والله هذه المعادله الغضب المغلوطه، شلون الان لحد هذه اللحظه احنا صابرين ومقتنعين بها؟ يفترض والله المواطن العراقي لو كان فعلا اكو سياسات اقتصاديه واكو حرص وحوب واتزان في الجانب السياسي، نعم هناك هجمه شرسه على العراق من الخارج عنوانها داعش وارجاع العراق الى المربع الاول، لكان الاسباني والهولندي والدنماركي يجي يخدم بالعراق قسما بالذي رفع السماء بالعمد. اخر اتصال في حلقه هذا اليوم المميزه باصواتكم ابو احمد. هلا وكل الهلا ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. تفضل. الله يسلمك الله يخليك. يعني انا عندي سؤال واحد بس، يعني طبعا. انت تآمن بالاصلاح اللي راح يقوموه هذول الفاسدين؟ يعني باقتناع باقتناع كامل. والله حتى لا نظلم الاخرين ولا نبخس الناس اشياءهم، اكو همه في الجانب الحكومي وعندنا من العقول النيره في جانب الوزراء. مثل بسيط بس، يعني المناطق إذا الجنوبيه، المناطق الجنوبيه اللي موجوده حاليا كل الكتل السياسيه اللي مسيطره عليها، هي ائتلاف دوله القانون او كتله المواطن او التيار، فهل شفنا اي اصلاح بهاي المناطق خلال هاي 13 سنه؟ بس مجرد سرقات ومجرد ضحك على الزقون لا اكثر ولا اقل. اما هاي الاجراءات والاصلاحات مجرد روتين لتخدير الشعب العراقي صراحه. فالحل الوحيد لهذه الحاله انه هؤلاء كلهم تصير عمليه حل البرلمان، وعمليه حل البرلمان الا تكون من قبل العبادي نفسه عن طريق رئيس الجمهوريه، ويسوي عمليه حكومه انقاذ وانتخابات مبكره. لان هؤلاء الفاسدين، اذا تلاحظ مثلا في التقرير اللي طلع عن بنما، اول الاسامي لحد الان من ذكره باي محطه تلفزيونيه اسمه اياد علاوي. اياد علاوي مليار و200 مليون دولار في حسابه في بنما عن طريق شركة أوفشور. زين أين وين النزاهة؟ سمعنا في يوم من الأيام من النزاهة. أنا دائما أقول ما شفنا في اليوم فاسد، ما شفنا اليوم مفسد. طلعوا بأحد الفضائيات العراقية اللي ما شاء الله صار 70 فضائي. الدمار والخراب والفساد الإداري والفساد المالي اللي موجود بكل البلد. دمروا للعراق، هي هذه عملية. شكرا لك يا أبو أحمد، بارك الله بيك. وشكر موصول لكل الأصوات التي اقتربت في حيادية في حلقة هذا اليوم. دائما وأبدا في الإعداد والتقديم أنا أخوكم حسام البهادلي، كل أيام سبت وأربعاء في برنامجكم للإصلاح، عنوان من على شاشة قناة بلاد الفضائية، قناة كل أبناء العراق الغيارة، من شمال الحبيب إلى جنوبه الأغر. يا مالك.